مساء الخير. في نشرتنا، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد أن الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية بما يتلائم مع واقع المالية العامة والالتزام بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي اعتبارا من شهر كانون الأول الحالي. في الجنوب، العدو كثف غاراته والقصف المدفعي، وحزب الله استهدف مواقع ومرابط مدفعية للعدو محققا إصابات مؤكدة. وفي غزة، سباق النار والدبلوماسية، قوات الاحتلال توسع هجومها البري في القطاع تزامنا مع محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة. ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في القاهرة ونتنياهو تعليقا على صفقة الرهائن المحتملة: لن نوقف القتال حتى تحقيق كافة أهدافنا. نبدأ النشر من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على بلدات عدة جنوبية، وحزب الله يستهدف مروحيتين إسرائيليتين ومواقع إسرائيلية ويحقق إصابات مباشرة. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب، وجيش العدو يستهدف بالغارات والقصف المدفعي أطراف عيت الشعب وكفركلة والناقورة ويارون. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن طائرات سلاح الجو التابعة له قصفت أهدافا بينها بنى تحتية ومواقع تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية. ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي بممارسة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في الجنوب. إلى ذلك، حزب الله استهدف مروحيتين إسرائيليتين بأجواء شتولة وشوميرا وإيفن مناحم، مما أجبرهما على المغادرة فورا. واستهدف قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشة وحقق إصابات مباشرة. هذا وسجل تحليق مكثف لطائرات تجسس إسرائيلية من نوع MK فوق بلدات منطقة النبطية وأقليم التفاح وعلى علو منخفض. الاعتداءات الإسرائيلية طالت سيارة في تل النحاس برصاص القنص، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح. وكان حزب الله قد أعلن في بيان له عن استهدافه موقع العباد ودشمه وتحصيناته، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو. القصف المدفعي الإسرائيلي طال اليوم أيضا أطراف سلامية، حلتة ورشي الفخار بقذائف فوسفورية. هنية في القاهرة لبحث ملفي التهدئة والأسرى، ومحادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة، وقافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة آتية من الأردن. في اليوم 75 من الحرب على قطاع غزة، اندلعت معارك عنيفة بين قوات العدو الإسرائيلي وحركة حماس في شوارع مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، حيث قصف الاحتلال بشكل عنيف ومتواصل مناطق في جباليا وخان يونس بشمال ووسط قطاع غزة، أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء، كما استهدف سيارة في تل النحاس برصاص القنص، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح. كتائب القسام أعلنت أنها قصفت حشود قوات الاحتلال في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذائف هاون، كما صرح جيش العدو الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي في جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 466 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر. هذا وكشفت تفاصيل جديدة حول مقتل الرهائن الإسرائيلية الثلاث برصاص الاحتلال وتورط جيش الاحتلال الذي أطلق النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم في الشجاعية. وفي الوقت الذي أرجأت فيه الأمم المتحدة تصويتا على محاولة لتعزيز توصيل المساعدات للقطاع الفلسطيني المحاصر الذي يواجه كارثة إنسانية، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن قافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة آتية من الأردن، وهي الأولى تصل مباشرة من المملكة إلى القطاع منذ حرب غزة. على صعيد آخر، لفت مصدر مطلع لرويترز إلى أن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة.
إلى ذلك وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية اليوم إلى القاهرة على رأس وفد من قيادات الحركة لإجراء محادثات مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل وكبار المسؤولين المصريين لبحث ملفي التهدئة والأسرى. وكان هنية قد التقى بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة القطرية الدوحة قبل توجهه إلى مصر. أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة الطلب من الدول الفاصلة بين اليمن وبين فلسطين فتح المعابر لمرور مجاهدين لفلسطين، مشيرا إلى أن شعبنا تحرك عسكريا في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ليمنع تحرك السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل لتصل بالمؤن للإسرائيليين. وشدد على أن أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخ وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. وكانت وكالة بلومبرغ أفادت أن أكثر من 100 سفينة حاويات تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبا لهجمات الحوثيين. فاصل ونعود. أحييكم مجددا. بوصعب نقل عن رئيس بري ضرورة إعطاء الأولوية بعد الأعياد لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي عين التين محفوظ على رأس وفد من المعلمين في المدارس الخاصة لتقديم الشكر للرئيس بري على إقرار قوانين تتعلق بالمعلمين. التطورات السياسية والأمنية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب رئيس المجلس النائب رياس بوصعب الذي نقل عن الرئيس بري قوله بأن الأولوية اليوم بعد الأعياد هو ضرورة الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، متطرقا إلى ما نسب من كلام لرئيس الحكومة حول دور وزير الدفاع مشيرا إلى ضرورة إيضاح هذا الأمر. هذا الموضوع رح بيكون له أولوية عند الرئيس بري من بعد الأعياد لحتى نقدر نوصل لانتخاب رئيس الجمهورية. الموضوع الثاني له علاقة بالعمل اللي عم بيصير بمجلس الوزراء، والكلام اللي سمعناه امبارح اللي نسب لرئيس الحكومة، وهيدا الكلام أنا اللي كنت عم بحكي فيه مع دولة الرئيس، وهيدا الكلام أنا المسؤول عنه. إذا الكلام صح مثل ما عمين قال أنه رئيس الحكومة بيعتبر أنه وزير الدفاع انتهى بالنسبة له ما في يتعاون معه، لا بدي أقول له أنا لدولة الرئيس مئاتي رئيس الحكومة مسؤوليته يتعاطى مع كل الوزراء. هيدا الكلام أكيد هو يمكن مش قصده بهالشكل، لكن الإعلام ظهروا بهالشكل، بقى بتمنى على رئيس الحكومة يوضح هيدا الموضوع. وزير الدفاع موجود بوزارته وعضو بالحكومة مثله مثل رئيس الحكومة. وفي عين التين وفد من مجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة نعمي محفوظ الذي شكر الرئيس بري على إقراره مشاريع تتعلق بالمنح التي تدعم وتساند المعلمين. لنشكر دولته على إقرار مشروعين القانون اللي بيهموا المتقاعدين بالمدارس الخاصة. أول مشروع المنحة 650 مليار اللي بتساعدنا لفترة سنة نزيد رواتب المتقاعدين، وتاني مشروع اللي بيغذي صندوق التقاعد والتعويضات بمداخيل، زدنا 8% على الأستاذ المتقاعد المتعاقد، رفعنا نسبة المساهمة للمدرسة إلى 8% على كل العمولات اللي بتتعامل فيها مع الأستاذ، لبناني ودولار، والأستاذ بالملاك كمان رفعنا للنسبة. يعني عملنا مداخيل لصندوق التقاعد والتعويضات بشكل أنه هذا الصندوق يصير يغذي حاله بعد سنة ما نصرف المنحة. رئيس الحكومة الذي يستقبل عصر السبت نظيرته الإيطالية شدد اليوم أمام زواره ألا تراجع عن إعطاء الحوافز المالية للموظفين، وقال ملتزمون بسريان مفعولها اعتبارا من الأول من كانون الأول الحالي.
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي. وقال أمام زواره: لقد كنت مبادرا وقبل أي مطالبة إلى طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا الموضوع لا تراجع عنه، ونحن ملتزمون بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي اعتبارا من الأول من شهر كانون الأول الحالي، ونحن في صدد استكمال البحث في طلب المتقاعدين ولإجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم. ولفت إلى أنه في إطار قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الانتظام إلى مختلف المرافق العامة وفي سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم وبغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والانصراف ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق على أن يتم إيداعه جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلف متابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم. ووقع رئيس الحكومة المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى أمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. وكان رئيس الحكومة استقبل السفير البريطاني هامش كاول وعرض معه الأوضاع الراهنة والعلاقات بين البلدين، كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شاي في زيارة وداعية لمناسبة مغادرتها لبنان. وفي اللقاءات النيابية اجتمع رئيس الحكومة إلى النائب توني سليمان فرنجي، كما اجتمع إلى وفد من نواب بيروت ضم هاكوب ترزيان، نبيل بدر، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، محمد خواجة، ملحم خلف، إبراهيم منيمني، أمين شري، عماد الحوت، نقول الصحناوي، وإدكار طرابلسي. وتم البحث في مطالب خدماتية وإنمائية. واستقبل النائب طه ناجي وبحث معه في الأوضاع الراهنة لا سيما أوضاع مدينة طرابلس. وفي اللقاءات اجتماع بين ميقاتي ونقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن مع وفد من مجلس النقابة ونقباء المحامين السابقين. ولن يألو جهدا في سبيل تحقيق الاستقرار في الجنوب ونصرة الشعب الفلسطيني. وثم تبحثنا في أمور نقابية وأمور إدارية ووعدنا دولة الرئيس بحلها وفق القدرات الدولة اللبنانية. ولا أخفي عليكم أنه بشرنا بأن الوضع الاقتصادي في لبنان هو نحو الانفراج. ومن الزوار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. وزير الإعلام زياد المكاري التقى في مكتبه في الوزارة وفدا من الدائرة الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي برئاسة مسؤول الدائرة الشيخ علي أبو شاهين، الذي أكد أن وفدا من حركتي حماس والجهاد سيزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. تشرفنا اليوم في زيارة ولقاء معالي الوزير زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني، ونحن يعني هذه الزيارة تأتي في سياق يعني إطار التواصل الدائم مع الإخوة في لبنان، وخاصة بعد المواقف المشرفة والمساندة للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الذي يتعرض له في قطاع غزة. حصل خرق مهم وتسجيل نقطة على هذا العدو في موضوع الإعلام وفي تغيير الرأي العام العالمي، حتى باتت إسرائيل يعني في صورتها الحقيقية تظهر أمام يعني الرأي العام العالمي والغربي تحديدا. إسرائيل يعني التي ترتكب الهولوكوست والمذابح بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي أصبح يعني كما أشارت كل وسائل الإعلام وكثير من الإحصائيات تشير إلى تغير كبير في الرأي العام، حتى في الرأي العام الأمريكي أيضا.
في بكركي التقى البطريرك الراعي السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا وجرى عرض لشؤون الكنسية والأوضاع العامة في لبنان. واستقبل البطريرك الراعي السفيرة الأمريكية دوروثي شي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان. في دار الفتوى التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، كما اجتمع إلى الأميرة حياة أرسلان وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحة الداخلية. وقت بنحكي عن احترام سيادة لبنان، وقت بنحكي عن احترام سلامته الإقليمية، سلامة لبنان الإقليمية، عن وحدة لبنان، عن استقلاله السياسي، وقت بنحكي عن كل هول بنحكي عن حكومة بتكون وحدة الحاكمة بلبنان، وحدة دون منازع بجميع أنحاء المؤسسات بجميع أنحاء الأراضي اللبنانية. وقت بنحكي عن كل هول العناوين بنكون عم نحكي عن القرار 1559. كمان وقت بنحكي عن ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية بلبنان بنكون عم نحكي عن 1559. وقت بنحكي عن حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاح هذه الميليشيات، مش بس بكون عم بحكي عن 1559، بكون عم بحكي عن اتفاق الطائف الذي لم يطبق حتى اليوم. نحن كتير بيعنينا انه يطلق تجمع دولة لبنان الكبير برضا كل القوى على الأرض وخاصة القوى الروحية، لأنه نحن نؤمن بتكامل السياسي مع كل شيء روحي. نحن خايفين من الفيدراليات يلي عم تعلى الأصوات بشأنها، نحن مش مرتاحين لنبرة التقسيم، لذلك علينا واجب كلنا سوا أن نحافظ على لبنان بحدوده الحالية. دورة الإسعافات الأولية مستمرة في وزارة الإعلام بالتعاون مع الصليب الأحمر، ووزير الإعلام يشدد على ضرورة متابعة دورات مماثلة مؤكدا حرص الوزارة على السلامة الشخصية للمراسلين. في وزارة الإعلام لليوم الثاني تواصلت الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بهدف مساعدة الإعلاميين والمراسلين على كيفية التعاطي مع الإصابات الطفيفة والحالات في حال وقوعها. وزير الإعلام زياد المكاري دعا الإعلاميين إلى أن يكون لديهم اطلاع على طرق الإسعافات ليس فقط في الجنوب بل في أي مكان آخر قد يتعرض لانفجار. لك شيء اللي شفناه يوم مقتل استشهاد عصام عبد الله وجرح الآخرين، شفنا كلنا على الهواء كيف انه في اعلامي صحفي اسمه روبير خلص كريستينا وخلصها من الموت وخلص لها اجر. ليش؟ لانه كان بيعرف يعني وكان عنده خبرة. الصحفيين الجداد يلي عم بيروحوا والمراسلين ما عم بيكون عندهم خبرة، يعني خبرة اذا بدك الحركات الأولية اللي بيقدروا يعملوها والمبادرات الأولية بيقدروا يعملوها بحال حصل شيء معهم بالجنوب. هذا موضوع ما بيحميهم طبعا، يعني إذا صار قصف أو اغتيال أو رصد أو شو ما كان، إنما ممكن أنه يخلص حياة. وكشف مكاري أنه بدأ بالطلب من بعض الدول والمنظمات المساعدة في تأمين المعدات اللازمة، إلى جانب المطالبة للمؤسسات الإعلامية باتخاذ الخطوات التي توفر التأمين على الصحة والحياة تجاه مراسليها. إجماع في لجنة المال على دعم الجيش في المهام الملقاة على عاتقه، والنائب كنعان يقول نبذل الجهد لعدم صدور الموازنة بكوارثها الضرائبية والعشوائية بمرسوم حكومي. في مجلس النواب أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن جميع القوى المجمعة على الوقوف إلى جانب الجيش في المهام الملقاة على عاتقه والعمل ضمن الإمكانيات لتقديم أفضل من ما هو مقدم للجيش في الموازنة. هذا موضوع رح نتابعه مثل ما قلنا، وكان في تجاوب من قبل أيضا المالية بهذا الأمر، لأنه طبعا في احتياطي مثل ما سبق وذكرنا
بحدود 78 ألف مليار، في جزء منه رح يروح طبعا لمسائل إلى علاقة بالرواتب وغيره، لأنه كانوا لاحظينه وتركينه بالاحتياطي علما أنه كان لازم يتسقط ويتفقط وينزل بالوزارات والإدارات كافة. لكن بضل عنا هذه الأمور الأساسية يلي مفترض أنها تتأمن للجيش من دون ما نكون عم نعمل أي يعني عمليا أي تضخم كبير بالعجز. هذا الشيء إن كان قيادة الجيش أو نحن ضنينين عليه وحريصين عليه، ولكن ضمن الإمكانيات بينعمل أحسن من هيك. هذا اللي نحن كنا بصدده اليوم. لجنة الاقتصاد والتجارة ناقشت بحضور مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر الاتفاقات التجارية بين لبنان والدول الأخرى. نحن استعرضنا كل اتفاقيات الجافتا، الأغادير، تيسير، الميركوسور، كلهم هؤلاء بحثناهم. ولقلكم الصراحة أنه في شغل جدي بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة وطبعا وزارة الزراعة بإشراف وزارة الخارجية، بس شعرنا أنه لازم ينحط كادر شغل، يعني طريقة عمل تكون محترفة أكتر لحتى تكون هيدي خلية عمل تتحقق، مش بس نجتمع بين وزير وسفير، لأنه هيك اتفاقيات على نطاق أكبر ما بتنحل بهالطريقة، بدها نطاق فرقة عمل. تسلم الجيش اللبناني الشحنة الرابعة من هبة الوقود القطرية، تهدف هذه الهبة التي قدمتها دولة قطر مشكورة إلى دعم الجيش وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة، وفق ما أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه. قدم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التعازي بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى القائم بأعمال السفارة الكويتية في بيروت الوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين، وذلك في مقر السفارة. ورشة عمل عن قرار مجلس الأمن الرقم 1325 وتوصيات بضرورة تطبيقه وتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز القرار. تمكين وتدريب وإيجاد فرص عمل للمرأة، تفعيل قوانين الحماية والتوعية المتعلقة بالمرأة، الإضاءة على النساء القياديات، زيادة أماكن الإيواء للمعنفات، تفعيل دور البلديات وزيادة صلاحياتها لحماية المرأة ومساعدتها، تفعيل وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة لجهة الصندوق لدعم المرأة، والإضاءة على نجاحات النساء الرياديات والقياديات ليكن مثالا لغيرهن. هذه هي أبرز التوصيات التي خلصت بها ورشة عمل نظمتها جمعية حماية دعم وعطاء تتعلق بقرار مجلس الأمن الرقم 1325 المرأة الأمن والسلام. حضر الورشة ممثلون عن السفارة الألمانية والقوى الأمنية ومختلف الوزارات ومديرون عامون، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والمجتمع المدني وأعضاء شبكة كافي من الجمعيات التي تقودها النساء. توفي الوزير والنائب السابق والرئيس الفخري للجمعية الخيرية الإسلامية العاملية محمد يوسف بيضون، الذي ولد بيضون في بيروت سنة 1931 ودرس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المعهد الفرنسي في بيروت. درس الحقوق في جامعة القديس يوسف ونال الإجازة في الحقوق الفرنسية سنة 1954 واللبنانية سنة 1955، ويحمل عدة أوسمة منها الوسام الإيطالي من رتبة فارس ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس ورتبة كوندور ووسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة ضابط.
وإلى أخبارنا العربية، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين العام علي حجازي، وأكد خلال اللقاء وفق بيان الرئاسة السورية أن الأحزاب تحمل مسؤولية كبيرة في تمتين العلاقات بين الشعوب، إضافة لدورها في الدفاع عن القضايا الوطنية. وانطلاقا من ذلك، كان لحزب البعث والقوى والأحزاب الوطنية الأخرى في لبنان دور في تقوية العلاقة الأخوية بين سوريا ولبنان، وأشار الأسد إلى أن ما يهدد لبنان يهدد سوريا، وأن استقرار لبنان يساهم في استقرار سوريا أيضا. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحي يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت، والحكومة تقدم استقالتها. في أول خطاب له، أشار أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى ضرورة مراجعة واقع الكويت الحالي، خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية، وأضاف عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة التأكيد على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الأهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين. أكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتين التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف. وكان أمير دولة الكويت قد استقبل في قصر السيف رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهو الابن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، حيث قدم لأمير دولة الكويت الحالي كتاب استقالة الحكومة. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.